طلعين وقت الاذان الحين اذن واحنا طالعين. حبيبي شنو بيه؟ حبيبي شنو بيه؟ نواف كشخه وكشوخه بالله سبحانك كلنا سمعناك. طب ارفعي لي الاضاءه ساعديني شيء. شغاله عندك انا لان شغاله عندك انا جيجي تحط منك اي شوف ايش طار بالكاميرا اي هذا مكتوم يا عدوره جوزك مش انا مش انا مش انا خلاص قربت مناكير هذاك زمان خلاص مناكير السياره والله اني في النوني لربنا حامينا هذا حق الخط يبني فوق تخيلوا كان في الفجأة كذا صح يا حبيبي جنبي خير اكل هذا الشيء وانا اول شيء لانه قالوا لي ان هذا مره جديد هذا شوكلت؟ سلمي على الشوكلت سلمي ما ولا شوكلت باقي اذا وصلنا صيدليه على مين سوى القهوه؟ عمتي انا شوفوا كيف مره لذيذ قوي عطنا وجه ما يعطينا وجه ولا يعطينا الرقم ولا شيء وجه ولا خشب نبي الرقم الرقم رقم ايش؟ رقم الموبايلي رقم التواصل عزيم مغلق رجع وقت اللحاق لقب خدمتك شوفوا يا جماعه عندنا شمس وشروق صدق سبحان الله سبحان الله سبحان الله شوفوا انها الساعه 5:30 نعم يا الله ستشرق الشمس شوفوا عندنا ابراج وانوار وحركات نعم نعم يعني من زود الغنى انه الناس مشغلين انوارهم واحنا نهار واو احس نعم. اني في كوريا مو في الرياض شوفوا الابراج ما شاء الله احلى جبال اي كوريا شغل هذه الاغنيه حتى مليون مره عم الحلو يعني مره داخله وجو صرع ده بنتي عندي دي جي بكره تجين دي جي مارشميلو اعطيني عاش عاش ايوه 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 هلا وين؟ شرا رغم ان الصوت خايف لا كلمات لا صوت لا صوت ولا الشيء لا احساس احساس نبي طبق ايش احساس ما في احساس ايش دخلت تصفقين الحين؟ اصبري قاعد لسه ما اخترت جلسات وناسه حسبتوها على الساعة ولا ايش؟ كم الساعة الله يسعدك تصفيق من وين ما اقبل اقبل دن تردر لا الخبر لا لا وتقص الكلمات على كيف بعد يقول نقضي معاك نروح صوب المجرة والله ما ياخذك شكلك ما قصدت حلو صح؟ في شفاتي حلوم ما واحد شفاتي حلوم انت ايش تبين واحد كرك صغير شوف المحطة والله محطة حلوة شوف الموزة حقت وينترلاند من السما جايبينها هنا هنا الحين السوبر ماركت شوفوا شوفوا موزة وينترلاند من جولي سوبر قلت لهم من السما هذا فلفل حق جدة مسوي رجيم يلا نوريكم مشترياتنا هذا طيحتني في اشواق الحين كل شوي اشتري كل شوي اشتري كذابة دي لا تطبقون والله انت الكذابة المهم ان هذا لذيذ هذه نكهة جديدة منزلينها بالشطة والليمون يلا نشتريها نجرب ليش كذا مشروب مرة حلو وش ذا؟ تمر هندي وكذا كنا هيل كنا هيل مكتوب تمر هندي وش اللي هيل؟ خلاص كذا هندي ما اشرب الا بال شو اسمه بالفراولة ايوه شوفوا هذه ما غير تمشي وتقش ترى ما تبون مو بمحل ابوك ترى الله يخلف بس هذا الشيء حلو كذابة بس ما بيشتري غالي سلامات ابوي 4 ريال عشان شوكولاتة خاصة انتم حتى لا تشترونه عشان لا تشترونه عشان غالي هذا ايش فيه صارخ طبعا هذا اخوي الله يسعده يا علي يا علي الله يسعدك بس شو اهلا يا حسن اهلا
اي يسولف ذا يحسبها واتساب فويس نوت. يو هذا جده كان توزع علينا زمان تذكرينه؟ وش في ذا؟ يا ليل حقونا التسعينات. ايش فيه هو جاي يتغزل فينا؟ سلامات يا ابوي. قليل ادب. تقولين لنا تتغزل فيني؟ اي قليل ادب هذا ما نعرفه مو بخونا. خلاص قشينا كل شيء خلينا نمشي. ايش اخبارهم اللي يدفعون كاش؟ وش وش؟ قلت ايه صار 15 حسابي اقل من حسابك. اي ما حاسب الا شبكه انا وكذا. اوكي صرفتها عصريات. طب قلبس ولب عينس وين الاكل؟ هاي متى تطلع نامت هناك؟ هذه هي وانا انتظر وانا انتظر هناك. الحمد لله والذكر الحمد لله والذكر بسم الله. راحت تحط سكر بالكرك حق اللي في عيال. حطيت اصبعي بس صار حالي مره انحرق ولا منحرق الحين حناكل حناكل جباتي معدتي والله جباتي. واو اميجنج كده يا ود غرفتين وصاله يا مطر في بالي كذا الغالي يسوي طول ربع زين عندنا مبخرة فجبت هذه الفواحة من هذا العطر فيه تغير لون برجع سكرة كذا نبخر المكان شوني من الحين طلعنا من الفندق حقنا فندق 5 نجوم اقول لكم حلو من كثر ما انه 5 نجوم طلع لنا صرصور ابو 5 نجوم صرصور كبير. هذا الباب يعني المصمم هذا دارس عن بعد اكيد شوفوا حط الباب هنا درج منزل يعني تفضل يعني صرصور كبير بعد تخيل والله كبير فوق شوزي كان واقف كذا دب مره ما قدرنا نموته بس طيرناه من الشوز. ايش رايكم والله اني كشخه وكشوخي اذا جت تربط شوزها يبيلها تقرا دعاء السفر هذه الله يسعدها بتروح زواده ما راح يضحك الصلاه السلام عليكم يا الله محمد يلا نمشي. المهم وصلنا شرق ولا غرب؟ لا وصلنا غرب. والله ما توقعنا زحمه كذا ما شاء الله في ناس واجد. جينا هنا قعدنا طبعا واضح انهم هذا الدور الثاني واضح انهم توهم بعدين فيه بس احنا جينا طبينا من كل الزوايا اوف معجبين يا اخي العنود خذي مويه تقول لي انت خذي اقول لها انت خذي اقول لها انت خذي وش ذا الرهاب اللي تبين واحد اي واحد هذه مش يعني انها حقت ايس دريب وهي كانت تشرب سبانيش والله ما اشرب سبانيش. السلام عليكم حياكم والله اليوم مين؟ اهلا وسهلا معكم شنو؟ لا امزح لا تنزلين تنزلين لا صحيح الجاكيت صراحة المكان جميل جدا وحياكم الله ويا هلا والله اي ما انصحكم الجاكيت ما انصحكم فيه صحيح ما انصحكم فيه السلام عليكم وش اسمه وهذه يا هلا والله خلاص اعذرونا عندنا هنا واحدة الله يستر عليها هنا عنود يدعي طب ابغى مناكيري يطلع طيب هنا في قلتش قلوب لا نهائي عندك ذات سهم المحبين صباح الخير من الهاخم نشوف انه في ناس راسمين هنا عين بركات خلنا نروح البحر في واحدة هنا ما اعرفها خلنا طقها على راسها الكبير الضباب
يا اخي انت اسكت. شوفوا اللي يجي من الرياضة وش يصير كذا، يجلس بالبحر لين يتحلل ما عاد يطلع منه. هذا الكائن الصغير، الكائن الصغير بقرصة قرصة قرصة كلها انا كلها يا الله. لا تخافي ما راح يتحرك. ايوه ارفع ارفع الماسك وانا امسك هنا. بندر اخر اخر بصور. اوه شوف الخيالة جوهرة. القي تحية هنا. هاي خافة. ها ماني خوافة شوفوا. طبعا بندر ركب الحين ومستانس. كيف حلو؟ حلو؟ ايوه. في احد يركب بثوب؟ يركب مدري وشو، المهم جاي بثوب. حبيبي شنو بي؟ يا حبيبي شنو بي؟ خلنا نشوف كيف ينزل. اخس الله الله فنان نزل بسرعة. عادة تقاليد الرجعة الكل يرقد، هذه حطت حطانية وجابت مخدة تحت منها. هذه صارت ستارة مع الشمس فايدتها. وهذه الله يسعدها متلحمة مش مغزى وجهها. تذكرت المثل ذاك متلثمة بدم خاينة. وش متلثمة بدم خاينة؟ مش مغزى خاينة. دم ايه؟ السواق الله يسعده يعني اللوك حريقة، نظارة بنية وقبوع أطفال وجلابية. الله يسعد بسم الله. أنا الكشوخي بينهم. وش شقاء؟ شغال عندك انا الان. كل ما زالت الجلسه قالت صار الطريق يعني المفروض انها ايس دريب بس صارت ايس مرق. ايس تراش لو تخيل عنط طيحتها لي ونفك الغطا وطاح نص انكب. وشلت الغطا سكرتها كرسا اكمل في طعم تراب بس يلا مو مشكله. جات الخير الفواحة هذه انا حلبتها حلب من كثر ما علبتها يا حبيبتي. شوف كانها تكحت. شوفوا النظرة بس يا بوي حريقة من غمزة طيح خمسة. في الأخير أنا اللي أطيح ما حطاه. نسوي قلب طبعا. أنا عنود كل ما زانت كل الفلوق نسوي قلب. ما يصور ليش؟ التقط التقط قلط الراس. لو عنود قلنا ما راح ننزل نشتري فخلنا نشوف حنان وش شرات. يلا راح اعطيكم شيء ما راح نبي نشوف بس مين. يعني ما راح نشتري ما راح ناخذ منك بس بنشوف. ريك راجا. اوف راجا خذ صاحبك مني. راجا صاحبك هذا عشان عندي هذا حق المدرسه. المدرسه نشربه يعني. تبون إيه تشترون شيء؟ انا فاتحه بسطه. لا لا ما نبي نشتري الله يسعدك. ما في ولا شيء حلو يعني من اللي شاريته. هذا مقصف والله مو بس. المهم نشوف مرام اذا جت وش جابت عشان نزرف منها. هذه الخطة إذا طفرت وش تسوون؟ تقولون لا ما نبي والله ما نبي. أول ما يجي شيل ودي يا صديق. يلا يلا جوي مرام جمعتنا حركات. الله يكثر من خيرك يا مرام. سلموا على أهل. سلموا سلموا سلمي. خليك اجلسي كذا. ها زرفنا. خلصت فعاليات السفرة. مع السلامة. شكرا في فلوق ثاني.